للناس المغرومين بالسفر وبالشوبينج وعانوا برشا من هذا النرزان، قلنا لكم الحل ترافل ميت، فاليز ذكية ترافقك تتبعك وين ما تمشي وين ما تقف زادا، وتحدد موقعك بذكي كبير. ترافل ميت تنجم تهز فوقها فاليز أخرى وتتنقل بيها وهي تبع فيك، وفيها زادا جي بي اس يخليك تعرف بلاصتها إذا كان ضاعت عليك، وكادنا يخدم بالبلوتوث باش ما ينجم يحلها حد ولا يسرق الحاجات اللي فيها. تخاف تاكل اللحم خاطر تعاني من التنسيون ولا من الكوليسترول؟ شركة نوفا ميت متخصصة في صناعة اللحوم لقاتلكم الحل، والمتمثل في ستيك نباتي مصنوع من جلبانة ومن عصير جذور البيتراف. الستيك هذا باش يتم توزيعه في أسواق إسبانيا وإيطاليا مع بداية سنة 2021، ويشبه برشا الستيك الحقيقي. عندكم كلاب ولا قطاطس في الدار وتضطروا تخرجوا وتخليوهم وحدهم لساعات؟ شركة سبوتيفاي السويدية جيكم سيرفيس جديد، وهو سبوتيفاي للبث الصوتي والموسيقى بالإنترنت. الشركة توفر حكايات وديميساج يطمنوا الكلاب والقطاطس اللي موجودين وحدهم في الدار، وتوفر لهم ميوزيك دوس باش تونسهم وتنقص من خوفهم. القضية موجودة في الفريجيدير، أما أنتي ما عندكش دبارة الفطور والعشاء. شركة بوش هوم كونكت عملت أبليكاسيون اسمها سمارت فود مانجمنت للنساء اللي روحوا تعبين من الخدمة، وحتى للي فام فويي لفات أنك تحل الفريجيدير وتصور القضية اللي فيه. الأبليكاسيون تقترح عليك شنو تنجم تطيب القضيات الموجودين عندك في الدار. ولدي يكذب في عمر صغير، شنو نعمل؟ ناخذها بضحكة ونقول صغير مش فاهم، مازال مش فاهم الحقيقة من الكذب، ولا نتفجع ونقول مادام بدا يكذب لي هو صغير ينجم يكبر الكذب معاه. كيفاش نتصرف مع صغيري كان يكذب؟ ولأنه ساعات ما بيناتنا لازم نبداو نلومو روحنا احنا هكا لي بارون الأولياء، على خاطر ما غير ما نشعروا ساعات نلزوهم وندزوهم للكذب. نوع كان سألك شكون ماما هي تبدا في الدار، قولوا لا ماما مش في الدار. كان فلتين قال لك خرجتوشي وانتم تلقاكم خرجتو، قولوا لا ما خرجناش. هذا زاد يتسمى نوع من الكذب اللي قاعدين ملغزمو نعلموه لصغارنا. ولدي يكذب كيفاش نتصرف؟ فرحانين تكون بحضنا دكتور مريم بوديلي، اخصائيه في الطب النفسي للاطفال بيدوبسيكياتر. نورتني دكتور، مرحبا. يعيشك مرحبا. نفهم معاك قبل كل شيء شو معناه صغير يكذب اول حاجه، وثاني حاجه الكذب يقولوا انواع بالنسبه للعمر نتاع الصغار. الو، بالنسبه للديفينيشن تعريف نتاع الكذب هي كيما نقولوا تغيير مقصود للحقيقه. مع 3-4 سنوات يتلقاه الصغير ديجا إلى أكيلو لانجاج أوغال ولا يتكلم، ويفهم أن ينجم حقيقة يجيبها بطريقة مغايرة، ولا ينجم يحكي أكثر على الخيال. لكن في 3-4 سنين حتى كشي قبل 6 سنين ما ينجمش يفارق بين الصحيح وبين الغلط، لو فري دو فو، بين الكذب وبين الحقيقه، لا فيريتي لو مونسونج، وبين الواقع وبين الخيال، لو مود غيال اي لو مود ايماجيني. يعني سامحني دكتور، هوني نوعا ما الكذب في عمر 5 سنين وقبل وكانه ينمي الخيال عند الصغير، ليماجيناسيون. يعني انا هل نقول ولدي يكذب هوني كي يقول لي ماما ريت باتمان قاعد يطير، ولا العصفوره اللي تعاود بيا راهي جاتني وقالت لي؟ هذا يتسمى نوع نتاع كذب؟ ما احنا ما نستعملوش كلمة كذب قبل 6 سنين فولا. لكن هو كيما نقولوا ممشي هو صحيح يغير الحقيقة، لكن ما يعملش طريقة مقصودة. لكن الصحيح هو في العمر هذية باش يبدأ عنده خيال شاسع، باش يبدأ يلعب دور البطل، سيماجين كيلي سوبرمان، ولا حتى ساعات ينجم مثلا تدخل عليه وتسمع انت فاز تكسر، ولا حتى تلقى قدي راس وراس البلار مكسر، شنو اللي عملت افيك ان ارمناسون. دونك هو دي اوتوماتيكمون باش يقول مش انا اللي عملت، وينجم يقول لك مثلا راهو خويا وخو في المكتب كاريمون، ولا راهو القطوس ولو شاي اللي دون لو جاردان. دونك افيكتيفمون مي ما يعملش طريقه مقصوده. فلذا قبل 6 سنين ما نحكيوش على الكذب. ابتداء من 6 سنين هون يبدا يعرف يفرق بين الكذب وبين الحقيقه. كيفاش نعاقبه؟ لازمني نحسوا بين انا فقت بيه كذاب، وكلمه كذبت كذاب معناها تجرحه، والا بالعكس خليها تفيق ويفيق كيما احنا الكبار. من المستحسن انا ما نستعملوش كلمه مونسونج، كلمه كذب. نجم نقول مثلا انت وقت نقولوا انت كذبت، نقولوا انت راك غيرت الحقيقه، انت ما قلتش الحقيقه. كيفاش نتصرفوا معاه بطريقه عامه؟ الوغ لازم ديجا العلاقه المبنيه بينتي انا وياه تكون مبنيه ما بين الولي والصغير، تكون مبنيه على الصدق، على الثقه، وعلى المحبه. والمناخ التربوي لازم يكون ملائم، معناتها ما نربيوش طريقه ياسر متساهله ولا بطريقه ياسر متشده. المتساهله يتمادى، بالعكس معناتها تقول لنا نقولوا له فازي واصل، والطريقه المتشده ينجم تلمو يخاف منا، نكونوا اكستريمون موراليزاتور كانه حتى يتجنب انه يواجهنا بالحقيقه، فلذا يلتجئ
الى الكذب. دونك التربيه نتاعنا لازمها تكون سليمه بين بنين لهي متشده لهي. المحيط كيف كيف اللي يعيش فيه الصغير ما لازمش يكون كما كنت تقول انت قبيله، ما لازمش يكون يعيش في محيط فيه كذب، ولا معناتها الاولياء بيدهم يلتجؤوا للكذب حتى كما قلت انت بين انتر غيمي الكذبه البيضاء. لا مثلا هز تليفون قول راهو بوك مش في الدار وتلقى بحري قاعد اكزاكتومون قول نو. الوغ هذا يشجعوا اكثر على انه يعمل السلوك الغير سليم. دونك كومون سو كومبورتي افيك لانفان، فما حاجات لازم نتفاديوهم. مثلا ماشي لازم نسخروا منه، ما نسخروش منه، نو با سو موكي نو با مناسي، ما نهدوهوش، نخليوه ديما دون ان كليما دو كونفيونس في الثقه معنا. كيف كيف نو با جوجي لانفان، مثلا تو اي موفي انت خايب، لي هو طفل به لكن اخطأ وخبى عليه، باش ما نقولش وكذب عليه وخبى عليه لول مره وثاني مره وثالث مره، تتكرر الحكايه. فما عقاب اليوم؟ الوغ انا ما نفضلش كلمه عقاب اكثر منها كلمه، نفضل كلمه عواقب على كلمه عقاب. اش معناها؟ هي سا كونسان بلوس لو غران انفان اي لادوليسون، اون دو سيفير ان بو، يلزمنا اون دان كران معناتها يزينا تا ما عادش صغار نتحملوا مسؤوليتنا. فالعواقب نفضل ان نواجهوا الصغير ولا الصغير الكبير ولا المراهق بمسؤوليته. تحمل مسؤوليتك انت، تتحمل مسؤوليه كونسيكونس دو طون مونسونج. دونك نواجهوه بهم، يكون هذاك احسن درس، خير من ان نكونوا في العقاب. خاطر احنا الهدف نتاعنا مش ان نرهبوا ولا نخوفوا، بل بالعكس معناتها تكون ريلاسيون بارون انفان سليمه وقائمه على الثقه وعلى المحبه كما كنا نقولوا. وقتاش الكذب يوصل لمرحله المرض؟ وقتها باش نحكيوا على شويه على الانواع نتاع الكذب. ديجا اللي هما ثلاثه انواع نتاع كذب. فما سو كون ابل لو مونسونج اوتيليتير، اللي هو الكذب الغرضي، اللي هو اللي يستفيد منه بحاجه الصغير، جنب عقاب ولا حاجه. مثلا تقولوا عملت، يقول لك ليه ما عملتش، ولا مثلا لا فالسيفيكاسيون دي بولتان سكولير اللي نلقاوها عند برشا مراهقين مثلا اكسيتيرا. فما لو مونسونج كومبنساتوار، حكايه معناتها ماهيش حقيقيه لكن يقد منها وكانها هي الحقيقه. معناتها داخله في الايماجيناسيون والخيال نتاع الصغير. فوالا ماما انا وليت سبايدر مان، وليت باتمان، وطلعت وهبطت مع صحابي ونقص. سي لا فابولاسيون، القص كيما نقولوا احنا، لا فابولاسيون. اي سا سي نورمال افون 6 ans. كون باغ اكزومبل لانفون يفركس على صوره، يعرف روحه ما يخلطلهاش، هو يتخيل روحه ما يخلطلهاش ولا بعيده عليه ولا خسرها. مثلا عندهمش برشا امكانيات، يقول لك احنا غنيين برشا، نقص خو ولا اخت، انا عندي صديق خايب. الكذب يولي يغطي له الحاجه المونك اللي عنده، نقصته. اكزاكتومون. اي لا جوستمون سا كان سا ديباس الاج اللي حكينا عليه 6 ans، اوني دون معناتها سا كاش ان مالاتر، سا كاش ان مالاتر، مشكله نفسيه اعمق شويه اللي عميقه معناتها ماهيش وقتها نجمو جوستمون نلتجؤوا الى اهل الاختصاص. ولو ثوازيام تيب اللي هو لا ميتوماني، اللي هي الكذب المرضي او هوس الكذب، اللي يكذب دو مانيير اكزاجيري. نجم تكون مثلا نسو مالاتر، نجم تكون لي كارونس ان جينيرال، نقص في الرعايه، نقص في الحنين، نقص في الاهتمام. نجم تكون باغ اكزومبل اوسي نشوفو سيغتان انسيرتيتود ايدنتيفيكاتوار، شكون بابا شكون امي، ان تابو فاميليال ما حكيناهولوش. دونك سا كاش، سا كاش دوتر شوز، سا بو كاشي ان مالاتر، سا كاش ان مالاتر. تلقاه يحب يظهر روحه هو في وسط المجموعه، دونك حد ماهو ليه بيه بارابور لصحابو يرى في روحه النقص، باش نجبدكم كل لي طوبي نقعد نكذب نكذب جامون دي زيستوار، ونقعد نستخايل حكايات وكل باش نجبدك ليا اكثر. اي دونك نقص شويه ثقه في روحه، سي لو مانك دي ستيم دو سوا، لو مانك دو كونفيونس ان سوا. دونك افكتيفمون وي نجم يكون في بعض الحالات هذايا التفسير. ميرسي دكتور نورتني. يعيشك. جاء وقيت الو كيدز كالعاده، الفقره هذه اللي نخصوها للصغيرات الكل. انتم اللي تتفرجوا فينا نيميرو ظهر، دونك تاخذ تليفون بابا ولا ماما، تكومبوزي نيميرو وتسجل فيديو وتشوفها كل نهار حد معنا في فاميليا تايم. توت سويت الو كيدز. اكثر حاجه نكرهها في الشتاء كل شيء يولي جاري، مقرونه جاري، حمصه جاري، رشته جاري، فديت جي فديت مش جاري. في الشتاء تحبني نشرب بتنجان مش ندفع. يا ربي يا ربي راني نكره التيزان. بابا ديما في البرد غطيني برشا جوع وفوق راسي طربوشه، كيفاش انا باش نتنفس؟ تاتا جيجي ماما في الشتا تحب تلملي شعري وتلبسني البني، وانا نحب نسيب شعري كيف البنات الكل. يا فتيت مرة صيف وش ليه؟ استنى الصيف نقرا، استنى الشتا نقرا، استنى الشتا نقرا، وشتي نقرا، وشتي نقرا، فتيت مرة نقرا.
الشتاء تلبسني ستة مراو، زوز سراو، زوز كلاستار، بني وكشكول، تخلقت فدي من البرد. هاي لبسنا بالجاري بالجاري بالجاري، هاي تيش هاي شرب، هاي اللي لبسينا بالجدا. طيب لك الكسكسي والمقرونة توحش. حب السفيان وما تخلينيش كل نخرج بجواندوي، كرهتهم لجواندوي. وانتي زيدا كنت تحب تحكينا على مشاكلك في ألو كيتس، ما عليك ان تبعثنا فيديو على واتساب فاميليا تايم على الرقم 28 999 249. الكريشة، وش حاملي في الكريشة؟ مشكلة الرجال ونساء متأكدة منه، وبرشا منكم اللي يتفرجوا فينا نضعاف ونعمل رجيمات ما تقعدك الكرش خارجة دازة القدام. كيفاش نعمل؟ شنو الحل؟ كي نقول لك انه فما رجيم ينجم يطيح لك دو تور دو تاي في جمعتين، اكاهو تضعف وتطيح دو تور دو تاي. اميره العسكري اخصائيه التغذيه، فرحانين تكون بحثنا كالعاده. اميره مرحبا. مرحبا لله يفضلك. عايشك. اصعب يظهر لي جريس وش حم اللي ما يتنحاش هي بتاع الكرش، يشد ما يسيبها. اللي يلقى عنده كرشه تبدا من الفوق وتمشي مع بعضها كلها بومبي ويابسه. المشكل هوني مشكل كبده، معناتها نعملوا سبور ما نعملوش سبور راهو ما عملنا حتى شيء. كان ما تصلحش مشكله الكبده ما عملنا حتى شيء، يا الكبده مشحمه ثياتوزيباتيك، والا الكبده ما هيش تعمل في الفلتراسيون، ما هيش تصفي كيما يلزم، الكبده تعبه افورس ما يكون فما غريس عليها، دونك ما هيش تخدم بالقد. هوني نوعيه الريجيم تكون الباز نتاعها خضره وغله، وتكون فيها شويه بروتينات، ما يكونش فيها برشا لحم. دونك الكيتو دايت اللي حكينا عليه ما يمشيش مع الناس هذوما، اما راهو عنده الحق ينجم ياكل لي بات، يكونوا لي بات انتيغرال، يكون كسكسي القمح، يكون معناتها لي بات اللي بالقمح ما يقلقوش، الخضره والغله ما تقلقش، جوست نقصوا من البروتينات. وعندي ليهم حل مزيان ياسر. الوغ توا وقت القناريه، توا وقت القناريه ولا؟ عندنا راس القناريه ساقيها، وعنا الأوراق اللي تخرج من القنارية من اللوط. انتي شو كل نعناع الشيح تشيح النعناع وتفترش وولي هكيكا باش تعمل أوراق القنارية. دونك باش تشيحهم تفتفتهم تاخهم غرفتين متاع قهوة منهم تعملهم انفيزيون صباح. الانفيزيون هذا يزم نبدأ بها نهارنا ونوفيو بها نهارنا. دونك كاس ما نقولو 200 مليليتر ما دافي، دونك ماكش باش تغليها رد بالك، انفيزيون ما دافي تحط عليه مغرفتين متاع قهوه من الوراق هذوك متاع القناريه، كاس نبدا به نهاري وكاس نوفى به نهاري. دونك النوعيه الثانيه متاع الكرش اللي هي نقولوا احنا طايحه شويه منفوخه اما طايحه، اللي هي اصعب راوه وكي تنزل عليها قلت لي تدخل يدك تدخل البو فوالا، واللي هي اصعب. دونك الكرش الاولى نبشركم اللي الخدمه متاعكم سهله، الكرش الاولى يطيح فاسيلمون بين 6 و 8 سنتي في الجمعه. معناها تور دو تاي تور، معناتها في جمعتين دو تور. دو تور. هي المراه يلزمها تكون ماكسيموم 88 سنتي باش نبداو فاهمين، والراجل 100 سنتيمتر 100 سنتي. سبب الكرش الطايحه هذيك اللي تلقاها حتى في الباد فونت هو مقاومه الانسولين والا التحسس من الانسولين. الناس هذوما عندهم مشكله في الانسولين. باهي، الهرمون هذا ما يخدمش بالطريقه الصحيحه. الناس هذوما ريجيم نتاعهم ما يلزمش يكون فيه باد، عكس الناس اللي من الاول. اي سورتو لي بات اللي يطلعوا السكر. هوني نحب نفكر الناس الكل ونقولهم راهو الروز اللي انا نبدا نشوف العبد الكل تعمل به لي ريجيم، الروز راهو يطلع السكر في الدم اكثر من الكسكسي والمقرونه. معناتها الروز ما ينجمش ينجح في ريجيم الناس هذوما، نحي من مخك هاكا روز ازعر ونجم نعمله في الريجيم. دونك لي بات لي، وهوني النجم نكثروا اكثر البروتينات، معناتها الكيتو دايت ينجم يمشي معاهم، واللي يمشي معاهم اكثر هو ريجيم الصيام المتقطع اللي حكينا عليه زيد. معناتها كي نعملوا ريجيم الصيام المتقطع وندخلوا مع الكيتو دايت نلقاو النتيجه مزيانه. اميره يعطيك الصحه، كيف نورك نلقاو ان شاء الله الجمعه الجايه. تحبوا تعرفوا شو مخبي بين الابراج، تحبوا تعرفوا شنو التوافق بين الابراج، فقره جديده في فاميليا تايم كل نهار احد. ساهل ياسر باش تشاركوا معنا، يستفينكم تبعثوا لنا فيديوهات انتم تصوروها وتبعثوا لنا على الرقم اللي باش تلقاوه بعد شويه على الشاشه. دونك النمرو هذا تسجلوا فيه الفيديو وتحكيوا لنا شو حكايتك انت والابراج، مدام بسمه الحنافي تكون حاضره معنا خبيره الابراج كيما هكا وتجاوب على الفيديوهات الكل. مدام بسمه نورتني، لبس عليك. مرحبا بك لاله، حب وسلام وشكرا وامتنان ومرحبا بكم. تفرجوا معنا الفيديو الاولاني. ولدي برج العقرب واني برج الجدي، مهبلني وما يسمحش الكلام، نكبس عليه ولا نجي من اللوطه؟
هي برج الجدي، المرأة الجدي، المرأة المنجزة، وبرج العقرب زوز أبراج مسيطرة، لكن هي برجها ترابي وهو برج مائي، فما تماسك ما بيناتهم. لكن مفتاح ابنها هذا، مفتاح التعامل مع ولدها هذا اللي هو برج العقرب، هو العقرب مالك الإحساس، يعني ما تعطيش أوامر، تقول له في عوض تقول له اعمل لك الحاجة، شنو رايك نعملك الحاجة. على كل حال هو هي الجدي وهو العقرب ديما يلقاو حل، لان التراب والماء يساوي الزرع، والتراب يشرب الماء، والماء يعطي اضافة للتراب، يعني علاقتهم اكثر من ايجابية. سي بون يا مدام، اطمنا على ولدنا، نسمع وتفرج معايا الفيديو الثاني. أنا برج الثور وحماتي برج العقرب، ما نتفهموش جملة. الفار والقطوس حتى ساعات نحاول نتقرب منها وناخو بهويها شي ما تحبنيش، راجلي قعد في كورة بيناتنا. يا مدام بسمة قولي شنو نعمل باش حماتي اللي برجها العقرب تولي تحبني ونتفهم أنا وياها. حماتي يا حماتي، هي وحماتها شو نعملها؟ ثور المرأة الثور صعيبة؟ لا ما فماش برج صعيب وبرج سهل، تحسوا الثور متاع مندفع متاع كهو يا نصدم يا لي. لا الثور ما هوش مندفع، برج الثور ترابي وعقل، وحماتها برج العقرب. برج العقرب كما قلنا عاطفي وملك الإحساس، معناها إلا تحب تربح حماتها يلزمها تعمل شوية دبلوماسية، لأن برج الثور ماهوش دبلوماسي حقاني جدي، أي صريح جدا في بعض الأوقات صراحة تجلب له برشا مشاكل. إلا كان أنت يا عزيزتي تحب تكسب حماتك، الوقت ساعة حبلك برشا وقت مع المرأة العقرب، لأنها امرأة عنيدة ومتصلبة الرأي، والأسلوب التعامل هو الدبلوماسية. فيديو آخر زادا كيف كيف بعثته هنا، تحبوا تسألوا على التوافق بين الأبراج، تبع معي مدام. خطيبي برج الحوت وأنا برج الثور، زعما يصير بيناتنا مشاكل؟ مدام بسمة ماذا بيك تعطيني رأيك بين التوافق بين البرجين؟ توافق بين المرأة الثور والحوت، كلها طاقات مائية وترابية. يعني نرجع ونقول هي محظوظة اللي عندها برج الثور، سمح أوكي. هي محظوظة برج الثور، امرأة الثور اللي معاها خطيبها، معاها رجل الحوت، لأن رجل الحوت يزيد إضافة كثير كبيرة للمرأة الثور، ويعطيها الرومانسية ويحسسها بالأمان. لكن مفتاح شخصية برج الحوت يا امرأة الثور هو وأنك تشاركوا أفكاره، لأن الحوت مائي وعنده بحر بتاعه، يعني تغطس معاه، يحب ناس حبهم، ما يحبش ناس ما تتعاملش معاهم، يحب المرأة اللي معاه تشاركوا أفكاره وتغطسي في تغطس معاه في المحيط بتاعه. ما تعندوش معناها؟ لا مش ما تعندوش، تشاركوا. قبل ما أقول لك في لمين، ما تنجمش تكون بحذانا وما نسألوكش على الأبراج الجمعة الجاية. برج الحمل الناري خرجت له أس السيوف، تواصل بذكاء وفرصة للحوار، معناها حاول برج الحمل بصفة عامة نسي رجال أي طاقة، الحوار والتواصل بذكاء، يعني عندك الكثير من الحوارات والنقاشات، هذا السيف، سيف قوي، سيف يقطع، السيف يأخذ لك حقك. الثور برج العقلاء، وما أدراك ما الثور، طاقته في الأسبوع هذايا طاقة الثور خرجت لنا النجوم، عندك نجمك ساطع باش تكون في السماء، يعني ان شاء الله اي حاجه تطمح لها واي حاجه تحبها باش تتحقق الاسبوع هذا. لكن افصل ما بين الاشياء. الان سنمر الى الجوزاء، برج الاذكياء طاقته الاسبوع هذايا، برج الجوزاء باش يهتم بالعائله وباش يفتح قلبه اكثر للحياه، وفما خير جاي، وكما المراه هذه اللي هزه الخير هذيا، وان شاء الله اسبوع الكل خير ووفره ليك يا برج الاذكياء. السرطان سلطان القمر، شنو متسلطن علينا الاسبوع هذا؟ يا لالا يا لالا على برج السرطان، عنده صدفه باش تغير له مجرى حياته كلها. ما قال لك صدفه خير من الف مئه. الله، صدفه كبيره في اي ميدان ستقتنس الصدف، ولا الصدف ستقتنسك يا برج السرطان سلطان القمر. الان سنمر الى الاسد، طاقه الاسبوع هذايا الاسد الناري، ان شاء الله ربح مادي كبير. برج العذراء، برج الأمراء، وما أدراك ما العذراء، فهالأسبوع المزيان هذايا برج العذراء باش
يكون يجلب الخير وعنده تواصل كبير مع سلطات أو إدارات أو محاكم أو أي حاجة فيها أمور إدارية ولا أوراق ثبوتية ولا أي حاجة باش يصير فيها نصر وباش يخرج من طاقة العرقلة إلى طاقة تسهيل الأمور إن شاء الله الأسبوع هذايا العذراء. توا الميزان الميزان المزيان في الأسبوع هذايا خرجت له البطاقة هذه اللي هي بطاقة الذكاء رقم واحد، بطاقة الجذاب السحر، اللي عندك كل الإمكانيات كل الظروف باش تنجح. يعني أي باب بقدرة ربي باش تطرقه باش تفتح. الآن سنمر إلى برج العقرب ملك الإحساس في الأسبوع هذايا. برج العقرب خرج من طاقة فوضى توا باش ينظم حياته وباش ينظم حياة الآخرين كذلك، لأنه برج العقرب معروف في تنظيم حياة القراب نتاعو، والنظام هذايا باش يرى نتائجه الأسبوع هذا. حضور طاغي وكاريزما طاغية البرج العقرب في الأسبوع هذا. الآن سنمر القوس، وما أدراك ما القوس اللي خير من الفلوس، خرجت له بطاقة الشمس، يعني بطاقة الفرح المرح الطفولة. ليس كل ما يعرف يقال يا برج القوس اللي خير من الفلوس، لكن مش تكون فرحتك بأولادك وإلا باش نزيد لك صغير ولا حمل. هي طاقة وضوح الأشياء كانت غامضة باش تتوضح الأسبوع هذا. الآن سنمر إلى برج الجدي، وضوح الرؤية خاصة مع ناس، فما ناس سلبيين باش تقطعهم من حياتك بها زوز سيوف هذوما، وباش تمر المرحلة أخرى فيها الكثير من الحركية. تحرك يا برج الجدي، قسمك في ساقين. الآن سنمر إلى الدلو. دلو حاجة كبيرة برشا، الأس ديناري، فرصة جديدة، الناس اللي ما تخدمش، فرصة عمل، فرصة فلوس، فرصة كسب. أنت في المقدمة يا برج الدلو. الفلوس الفلوس الفلوس، جاوب الفلوس. الحوت، وما أدراك ما الحوت الأسبوع هذايا. عندك حب، تواصل، سفر. كوكب الزهرة ليها الحب والجميل عند برج الحوت، كاريزما خاصة، حضور مش عادي، قبول عند الناس، فرص كبيرة برشا، وعروض للزواج للنساء برج الحوت، ولا عروض العلاقات جدية في العمل أو في العاطفة أو في الميادين الكل. صح لي برج الحوت، صح لي برج الحوت، معاومة عندك كل العروض كل العروض كل العروض. يعطيك الصحة مدام بسمة حنيفي، نورتنا الجمعة جايتكم بحضنا إن شاء الله في الفاميليا تايم. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا، حلقتنا لليوم وفات من فاميليا تايم، شكرا يا ربي عجبتكم. حبيت اقول ان غران ميرسي لي تخوا كوزين الفريال ستوديو، ميرسي لفانسون ديكو، لوكسيري بابي بان، فوراتي ريدو على ريدوات المزيانين، السوتي فاب كيف كيف، سكاي ديستريبيسيون، ميرسي زيد البشير بلانت، ميرسي الجيرات، ميرسي الارتيكال ديزاين اللي موجوده في افنيو فاطمه بورقيبه وسكرى. تشوفوا لي تابلو المزيانين هوني، وحبيت نقول لكم انه عاملين دي بروموسيون يوصلوا حتى ل 50% على لي زاباجور ولي تابلو. حلقة اليوم فات، نتقابلوا نهار الأحد على قناة التسعة. من هون الوقت نقول لكم في الأمان، باي باي.